هناك تنفيذ مشاريع في ناحيه برطله مشاريع تنميه الاقاليم 2019 وبعض المشاريع المجمده اللي كانت قبل دخول داعش عصابات داعش الارهابيه عندنا تبليط شوارع في مركز الناحيه وكان هناك مشاريع تبليط ضمن اعمال قسم التطوير الريفي في المحافظه وحاليا يعني هناك مشاريع قيد الانجاز في مركز الناحيه وهناك مشاريع تقوم مديريه مركز تشغيل ماء برطله وباجبيتة بتنفيذ اعمال مد خطوط انابيب في مركز الناحيه وفي خارج مركز الناحيه في بعض القرى والمجمعات، والله احنا نطمح الى الاكثر تعرف برطله على طول تريد لان اكو عمل في برطله واكو جهود جباره في ناحيه برطله من جميع الدوائر الخدميه الموجودة يعني العمل مستمر في الناحية المعوقات اللي تواجه عملكم أستاذ علي والله المعوقات بصراحة بس دعم المادي احنا محتاج إذا أكو هناك دعم فأحنا وعدنا مشكلة كبيرة مشكلة مشروع المجاري في مركز الناحية هذا المشروع يعني تقريبا عطلنا عن عمل في بعض الشوارع في مركز ناحية برطلة لان ما نقدر نشتغل اذا ما ينهون العمل في مشروع المجال